اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده معانا اختبار 21 دقيقه على الباب الاول. بعد ما شفنا المراجعه بتاعت الباب الاول يا ريت لو ما شفتهاش تروح تشوفها علشان ملخصين كل حاجه فيها بشكل جميل، خريطه ذهنيه فكل المعلومات دلوقتي في دماغك، تيجي تحل انت كده خلاص انت كده برنس كده. خلاص هنخلص من الباب الاول ونبدا بقى نشتغل على الباب الثاني في الملخصات باذن الله. طيب بيقول لك خلال عمليه التحميص يتم تحويل جميع خامات الحديد الى ايه؟ طبعا كل خامات الحديد بتتحول الى حديد ثلاثي اللي هو عباره عن هيماتايت. طيب في ناس مش فاهمها دلوقتي، نفهمها. يعني ايه الكلام ده؟ بص انا عندي الحديد الثلاثي، انا عندي الحديد الثلاثي اهو. لو تلاحظ ان انا في العمليه بتاعتي هنا لما جيت اعمل اكسده جبت الاكسده من هنا، الحديد اتحول الى ماجنتايت اللي هو المغناطيسي، وعندي كمان اكسيد الحديد الثنائي. الاول الحديد اتحول لمغناطيسي وبعد كده المغناطيسي اتحول لهيماتايت، وعندي الثنائي اتحول الى هيماتايت والماجنتايت اتحول لهيماتايت. خلاصه الكلام ان كله بيتحول الى ايه؟ كله بيتحول الى الهيماتايت. يبقى ايه؟ يبقى بيتم تحويل كل الخامات الى الهيماتايت. طيب لو جاء لك مثلا العكس اللي بيحصل له اختزال، الاختزال كله بيحصل من الهيماتايت وبيروح لمين؟ بيروح مثلا لأكسيد المغناطيسي وبعد كده الثنائي وبعد كده الحديد. تمام كده؟ تمام، يبقى كله بيرجع للحديد من الآخر. طيب ناخد بعد كده السؤال التاني، بيقول لك الشكل التالي يشتمل على بعض خواص العنصرين A و B. ال A قال لك 10 إلكترونات وال B برضو 10. تمام، الحالة الشاذة دي مين؟ عندي ال Cu لو تلاحظ، وعندي مين؟ وعندي الخرصين. حلو أوي. طبعا علشان تكون فاكر إن ال Cu ده ليه حالة تأكسد موجب واحد ولي حالة تأكسد موجب اتنين، انما الخرصين لي حالة تأكسد موجب اتنين بس. الحتة ديت انا مش هرجع لها تاني لان انا قايلها في الشرح. طيب بيقول لك لي حالة تأكسد وحيدة، طبعا هنا انا احط الخرصين. طيب ليه اكثر من حالة تأكسد اللي هو النحاس؟ تعال نشوف الاجابات. بيقول لك كل من محاليل مركبات A و B جميع ملونة في حالة تأكسد موجب اتنين. طبعا ديت لو فقدت اتنين طبعا هي توزيعها عامل ازاي؟ 4s2 3d1. حلو حلو. لو فقدت اتنين ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندها طبعا دي تن، هيبقى عندها ده مكتمل، مكتمل يعني ضايع، يبقى الاجابه دي كده غلط. طيب كل من العنصرين A و B لا يعد ضمن العناصر الانتقاليه. بص صل على النبي عليه الصلاه والسلام، عندك الخرصين ده مش تبع العناصر الانتقاليه. ليه؟ لانه تم الامتلاء. طيب بالنسبه للسيو، السيو النحاس ايوه ده تبع العناصر الانتقاليه، يبقى في واحد تبعها وواحد مش تبعها، يبقى الاجابه دي غلط. طيب بيقول لك بيستخدم، معلش الإجابة إيه؟ بيقول نعيدها تاني، كل من العنصرين A و B لا يعد ضمن العناصر الانتقالية. قلنا لأ، لأن الـ Cu عندي تبع الانتقالية، الخرصين مش تبع الانتقالية علشان هو إيه؟ علشان هو مكتمل. يستخدم العنصر B في الجلفنة الحديد، مين الجلفنة؟ طبعًا اللي هو الخرصين، هو اللي بيعمل الجلفنة. طبعًا A مش B، تمام؟ يبقى الإجابة دي برضه غلط. العنصر B يعطي حالة تأكسد تتعدى رقم مجموعته. حصل ليه؟ لان انا عندي العنصر بي ده اللي هو النحاس، النحاس مجموعته 1b، النحاس مجموعته 1b، هو بيدي حاله تاكسد 1 و2، يعني بيدي 2 اللي هي اعلى من ال 1b، فبالتالي العنصر بي ده بيعطي حاله تاكسد اكبر من مجموعته. طيب نروح بعد كده لرقم 3، بيقول لك جميع التفاعلات الاتيه ينتج عنها مركبات حديد لها حاله تاكسد موجب 2. يعني ايه حديد موجب 2؟ يعني Fe موجب 2 ما عدا مين؟ تعال نشوف، تعالى نجيبها من على الرسم احسن. بيقول لي تفاعل برادة الحديد مع المخفف، بص ده برادة الحديد اهو، تمام؟ اللي هو الاف اي، هفعلها مع الاتش سي ال اللي هو المخفف هيديني كلوريد حديد. طبعا الحديد هنا كام؟ الحديد هنا طبعا هيديني كلوريد حديد، كلوريد حديد اللي هو الحديد فيه ايه؟ حديد فيه موجب اتنين، تمام؟ اللي هو الثنائي. طيب الثانية جمديني اوكسالات حديد، قال لي اوكسالات حديد بمعزل عن هواء، تمام؟ دي برضه هتديني الثنائي. التالتة كان تسخين الحديد مع الكبريت، بص حديد مع كبريت هيديني كبريتيد الحديد، كبريتيد الحديد طبعا ده أحادي، يبقى هنا هيديني أحادي. طيب خد لي الإجابة الرابعة، بيقول لك تسخين كبريتات الحديد، كبريتات الحديد أهي، لا دي كربونات الحديد. هي عشان تكون عارف كبريتات الحديد اللي هي الـ FeSO4، طبعا ديت ثنائية برضه، تمام؟ فبالتالي اللي عندي أحادية اللي هي الـ FeS، هتقول له اللي هي الإجابة رقم جديد. طيب رقم 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك العنصر اكس دوت بيقع في المجموعه 3b والدوره الرابعه. طيب ممكن تجيبه لي من الشكل بتاعنا؟ اول حاجه انت قلت لي هو الدوره الرابعه، دي الدوره الرابعه 3d. طيب فين 3d؟ 3 طيب انت قلت لي هو موجود في 3b والدوره الرابعه، ادي الدوره الرابعه، فين 3b؟ 3b اهي، تمام؟ يبقى ده على طول السكنديوم. طيب السكنديوم طبعا لو انت عارف ان هو موجب 3، تمام؟ موجب 3 يعني فاقد، ففي الحاله دي بيبقى بالظبط عنصر ضايع.
بيقول لك هنا هو عنصر بارا مغناطيسي ومحاليل مركبات ملونة. هو صح بارا في الحالة العادية بتاعته، هو بارا، هو ما قاليش ان هو موجب ثلاثة. انا اللي بقول لك ان حالة تأكسده موجب ثلاثة، تمام، هو بارا، تمام. ومحاليل مركباته ملونة ولا محاليل مركباته غير ملونة؟ طبعا محاليل مركباته يعني لما بيدخل في مركب، طبعا هو لما بيدخل في مركب لازم التأكسد بتاعه بيبقى موجب ثلاثة، لازم بيدي موجب ثلاثة، تمام. ودي طبعا قلناها في الشرح، مفيش غيرها، تمام. يبقى في الحالة دي هو ايه؟ طبعا في الحالة دي غير ملون، غير ملون. ليه؟ لأنه لما بيدخل مع مركب بيدي التلاتة بتوعه، فبالتالي هو هيبقى كده ضايع، تمام. لكن لما بيبقى لوحده فبيبقى سكندي ومعاه تلاتة، فبالتالي ده هو بيبقى بارا. في الحالة دي بيبقى بارا. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي إن هو هيكون غير ملون مع مركباته بس. طيب تعالى لي كده على رقم 5. بيقول لك عند اضافه وفره من حمض الهيدروكلوريك المخفف الى خليط الاف اي او والاف اي. طبعا انا عارف ان المخفف بيتفاعل مع الثنائي وبينتج بالظبط كده، بينتج اف اي سي ال لما كنت بفعله مع الاتش سي ال، يعني بينتج ثنائي يعني من الاخر، تمام. طيب لما بفعله مع الاحادي، مع الاحادي جام بينتج لي بالظبط كده، بينتج لي غاز الهيدروجين وبينتج لي كمان حديد ثنائي اللي هو الاف اي سي ال 2، تمام. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا طبعا هينتج لي محلول ملون مع تصاعد الغاز، الغاز اللي هو غاز الهيدروجين. طيب ليه ملون ما هوش غير ملون؟ لان طبعا هيديني حديد ثنائي. طيب تعالى نفهم بقى السؤال، هو عايز يفعل ال HCl اللي هو الحمض المخفف مع مين؟ هيفعله مع الحديد الثنائي. ففي الحاله ديت اداني FeCl2 اللي هو الحديد الثنائي، واداني ايه تاني؟ واداني ميه، تمام، حلو قوي. يبقى في الحاله الاولى هيديني مركب ملون اللي هو الحديد الثنائي، ده مركب ملون، تمام، بارا. طيب مع الحاله الثانيه لما هيتفاعل الاف اي مع الاتش سي ال، قال لك هيديني اف اي سي ال 2، يعني نفس المركب، المركب لو اتكرر مرتين بكتبه مره واحده بس، مع الاتش 2. طب الاتش 2 ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن غاز، تمام. يبقى انا عندي محلول ملون مع تصاعد غاز. طب ليه ما اخدت ال 3؟ لان كل اللي طلع عندي 2، يبقى دي كده غلط ودي برضو كده غلط. طيب ليه ما هوش غير ملون؟ لان طبعا ده حديد ثنائي. طيب ناخد بعد كده رقم 6. رقم 6 بيقول لي عند امرار غاز السي او اللي هو غاز اول اكسيد الكربون على الهيماتايت عند درجة حرارة 230 درجة، بينتج المركب ايه؟ حلو قوي. طيب تعال نشوفها على رسم افضل، تعال نشوفها على رسمة. طبعا هنا هو هينتج المغناطيسي، وبيقول لك عند امرار نفس الغاز على اكسيد الحديد الثلاثي عند الثلاثي و 600 درجة، طبعا هنا ينتج الثنائي. تعال بقى اجيبها لك على رسمة واوضحها لك اكتر. الهيماتايت طبعا احنا متفقين ان هو اكسيد الحديد الثلاثي، قال لك لو انا همرره على درجه حراره كانت تقريبا 230، حلو، من 230 ل 300 هينتج لي ماجنتايت اللي هو عباره عن اكسيد الحديد المغناطيسي. بعد كده قال لك تاني لو انا حطيتها على درجه حراره 700، تمام، حلو، من 400 ل 700 بيديني اكسيد الحديد الثنائي، جت 600 حاجه تقريبا كده، جالي ثنائي ومعايا ماجنتايت، حلو قوي. تعالى نشوف هو عايز ايه تاني. بيقول لك يا معلم انا عايز اميز بين المركب A والمركب B، معلش اكتبهم لي، ال FeO وال Fe وال Fe3O4، تمام. تعال نفرق ما بينهم، اقل حاجة ممكن اعملها احط ايه؟ احط مخفف، حمض مخفف يتفاعل مع الثنائي يديني بالظبط كده، هيتفاعل مع الثنائي ويديني مية ويديني اللهم صل على حضرة النبي أكسيد الحديد الثنائي اللي هو ال FeCl، تمام. طيب لو هيتفاعل مع ده، ما بيتفاعلش أصلا مع المغناطيسي، أمال مين اللي بيتفاعل مع المغناطيسي؟ اللي هو الكونك اللي هو المركز، تمام. فأقول له إضافة حمض الكبريتيك المخفف، تمام، المخفف. طيب تعال نشوف ديت، بيقول لك العنصر الذي لا يعد ضمن العناصر الانتقالية يقع فيه، تمام. انا عارف ان اللي ماهوش تبع العناصر الانتقاليه اللي هو عباره عن الخرسين لسه قايلين. طيب الخرسين ده موجود فين؟ موجود طبعا في مجموعه 2B، موجود في الدوره الخامسه 2B، تمام. مش هتفرق الدوره ليه؟ ليه؟ لان هو لو جه قال لي الدوره الرابعه 2B صح، طيب قال لي الدوره الخامسه برضو صح. تعال بص لي كده، هو الدوره الخامسه 2B اللي هو الكادميوم، الكادميوم توزيعه نفس الخرسين بالظبط، يعني نفس التوزيع بتاعه، هو ما جابليش الخرسين يبقى الكادميوم صح. طيب رقم 8 بيقول لي جميع الايونات، ايونات الله يرضى عليك، ركز لي قوي في الحته دي، يعني ايه ايون؟ ايون يعني فاقد، تمام. الاتيه تتنافر مع المجال المغناطيسي، يعني ايه تتنافر مع المجال المغناطيسي؟ تتنافر يبقى ضايع، تتنافر تبقى ضايع، طيب بتتجاذب تبقى دي بار. ما عدا مين؟ يعني ايه يقصد؟ يقول لك كله ضايع ما عدا مين؟ طبعا الخرسين موجب 2، ده كده اعلى حاله تاكسد ليه، يبقى ده كده ضايع. طيب
والسكنيوم، السكنيوم طبعا دوت 21 يبقى اعلى حاله تاكسد برضو موجب 3 يبقى ده ضايع. طيب والتيتانيوم، التيتانيوم 22 يبقى ده برضو ضايع. طيب ما عدا مين؟ ما عدا المنجنيز. ليه؟ لان المنجنيز انا عارف ان هو اعلى حد تاكسد موجب 7 وانها لسه واخدينها في حاله الشرح، يبقى ده الاجابه الصحيحه. طيب الجدول التالي يوضح استخدام عوامل حفازه مختلفه عند اجراء نفس التفاعل. جميل قوي. بيقول لك هنا انا خدت الرمز الافتراضي لعامل حفاز A B C D وقيمه طاقه التنشيط بدون الحافز. تمام، بدون الحافز كانت اكس، بدون الحافز كانت اكس، يعني نفرض الاكس دي مثلا ب5، مع الحافز قال لك بقت اكس ناقص 1 اللي هي بقت 4. طيب الاكس هنا برضو كانت 5 اكس ولكن ناقص منها ربع، تبقى 4.75. تمام. طيب اكس هنا ونقص منها نص تبقى 4.5. طيب اكس ونقص منها 75% تبقى عبارة عن 4.25. حلو كده. مين اكبر واحد هنا؟ طبعا تقول لي اكبر واحد هو الاربعة. هتقول لي لا ده الاربعة ده اقل رقم. ركز معايا كده، انا التفاعل بتاعي حلو حلو، انا عايز مين اللي احط له اقوى عامل حفاز؟ بيقول لك ما العامل الحفاز الافضل، مين افضل واحد؟ اللي يديني اقل طاقه تنشيط، اللي يديني اقل طاقه تنشيط يبقى هو ده. تمام، اللي يجي لي كده. لكن واحد زي ده مثلا اللي هو 4.75، 4.75 انت كده خليت لي الكيرف عامل كده، لا انا عايز الكيرف يبقى اقل حاجه، عايز الكيرف يبقى اقل حاجه. تمام، يبقى اخد مين؟ يبقى اخد اقل قيمه لطاقه التنشيط. معلش انا قلتها اكتر في الاول. تمام معلش، يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ تمام، وعرفنا ليه. طيب بيقول لك جميع التفاعلات الاتيه يمكن ان ينتج عنها مواد صلبه ما عدا. طيب تعال نشوف، نقول بسم الله، نقول بسم الله، افتكر كده ليمونايت سيدرايت، تسخين الحديد مع الكبريت، تعال نشوفها في الرسمه. بص لي يا معلم على السيدرايت، السيدرايت اهو، تمام، اللي هو كربونات الحديد. طيب لما انا اسخنه ايه اللي هيحصل له؟ بمعزل عن الهواء هنديدي اكسيد الحديد الثنائي. حلو، انا عايز افهمك الموضوع، حاجه فيها حديد خلاص تبقى ديت مين؟ اكسيد حديد، يبقى دي على طول صلب، هو عايز الحاجه اللي ما هي صلبه. تمام، بص لي كده على الليمونايت، الليمونايت هنا انا هفعله مع هيديني H2O، لما اسخنه معلش هيديني ال H2O وهيديني الهيماتايت، يعني حاجه برضو فيها حديد، يبقى ديت ايه؟ يبقى ديت برضو صلب. طيب اديني اللي بعد كده، حديد مع كبريت، حديد مع كبريت هيديني كبريتيد الحديد، كبريتيد الحديد برضو صلب. تمام، يعني في حديد. طيب اديني بعد كده يا شباب اديني بعد كده الحديد مع الكبريتات المخفف. بص، طبعا هو ده الكبريتات المخفف. تمام، هو نفس الفكره، ال HCl المخفف هو نفس الفكره، الكبريتات المخفف. طبعا هنا ال Fe لما افعله مع الكبريتات المخفف هيديني FeSO4. لو جيت ابص على المعادله بتاعتي هلاقي ان حمض الكبريتيك نفسه ده حمض مخفف، يبقى اكيد ده سائل. تمام، لما هيجي هنا يكون لي كبريتات الحديد اكيد برضه سائل. تمام، اهي سائل. تمام، حتى لو تبص على اللي قبليها لما انا اخدت حمض الهيدروكلوريك نفس الفكره، حمض الهيدروكلوريك ده اصلا حمض مخفف سائل. وضحت الاجابه الصحيحه معايا د. انا كنت عايز اخد الاختبار اللي بعده بس مش عايز اطول عليك، ان شاء الله اشوفك الحلقه الجايه، وما تنساش تصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.